فينا نمسيكم بالخير يا العمارة العمارة. انت عزفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. نغني في كل مكان غني الشعب وصوره واصغر طفله في فلسطين شالت بالكفه حجاره وغايتنا نعمر كل بيت يا العمارة العمارة غايتنا نعمر كل بيت يا العمارة العمارة جينا نصبحكم بالخير يا العمارة العمارة جينا نمسيكم بالخير يا العمارة العمارة جينا نصبحكم ونمسيكم بالخير يا العمارة العمارة. الأغنية من تأليف الشاعر كريم العراقي ومن ألحان الملحن العراقي المناضل جعفر حسن. الأغنية دي كانت طلعت سنة 1989 وبصراحة أنا ما لقيتش أجمل منها إن أنا أهديها لأطفال الحجارة وأهديها للشعب الفلسطيني المناضل في دفاعه عن مقدساتنا وعن أرضنا في أرض عربية عزيزة في القدس. فأغنية العمارة اللي هنعملها النهاردة هي بتتكون من ثلاث كوردات بصراحة، حاجة ما فيش أسهل من كده خالص. أول كورد هو السول ماجير، سول ميجر. قدامك كذا اختيار، أنا هقول لك الأفضلية اللي عندي إيه وإنت تقول لي إنت ممكن تعملها زي، لأن ليها 100 طريقة يعني. فأول حاجة هيبقى الكورد السول هيبقى باري، كورد السول هيبقى باري زي ما إحنا شايفين كده، صباع الباري محطوط والصباع اللي ورا ضاغط على المسطرة من ورا، وبعدين حاطط الصباع نمرة 2 على الفريت الرابعة في الوتر الثالث، وبعد كده الصباعين الثالث والرابع، الثالث فوق خالص والرابع تحتيه على الوتر الخامس والوتر الرابع في الدستان نمرة 5. فده الكورد السول او الاساس اللي انا هبقى فيه دوت. هي سلم الاغنية سلم الدو ماجر، سلم السي ماجر، ولكن هنبدأها من الكورد السول من الخمسة بتاعته. فالكوردات بتاعتها اللي في الاول هتبقى سول ماجير، بعد كده في دو ماجير تحتيه على طول، انا نفس البارين مسكته ما سبتوش، ولكن الدو ماجير ديت هتبقى دو ماجر ماجر 7، دو ماجر ماجر 7 مش 7، دو ماجر ماجر 7. طب دي تتعمل ازاي يا ابو حميد؟ دي اقول لك يا سيدي، انت عملت السول ايدك زي ما انت شايف اهو، الصباع التالي الصباع الرابع والصباع الثالث ماسكين فوق، هسيب الصباع الاول والثاني زي ما هم، والثالث والرابع بحركهم يعملوا زي مثلث مع الصباع الثاني اللي هو موجود في مكانه. سامع الصوت ده مختلف عن ده، ده سي ميجر ميجر 7، فهيبقى اول كوردين كذلك. الكورد الثاني
تاني هحرك الباليه خطوة واحدة بس تبقى فا ماجور. وارجع سول ماجور. سول ماجور. سي ماجور 7. اف ماجور. طيب المقدمة الموسيقية بتاعتها احنا اخدنا في الليفل الاولاني من الار جي تي احنا اخدنا سلم الدو ماجير او احنا اخدنا سلم من سلم اللا ماجير ده اللا ماجير بالصباع الثاني على الوتر السادس. طيب انا هعملها المرة دي بقى هحرك اللا ماجير ديت بنفس الصباع لغاية ما اوصل للنغمة بتاعت الدو. طب فين الدو ديت؟ لا لا دييز سي دو. فمن هنا بنفس الصباع ونفس الباترن او نفس الباترون او نفس الطريقة اللي انا عملت بيها اللا ماجير هعملها تطلع سي. طب الله بس انت عملت تسلم دلوقتي ايه علاقته بالاغنية؟ ما هي الاغنية هاخد الجزء من الباترن ده هقدر اعمل عليه الجزء بتاع السولو. فببدأ من السول اللي هي عندي على الوتر التاني في الخانة نمرة 8 صباع الرابع وبعدين الاول وارجع تاني على السول وبعدين اطلع الوتر اللي فوقيه بالصباع الرابع ثالث الاولاني الصباع اللي فوق الوتر اللي فوقه اربعة ثلاثة تاني تاني وبعيدها تاني وانزل بقى تالت رابع تالت رابع تالت اول واطلع على الوتر اللي فوقه بالرابع تاني تالت رابع تالت اولاني رابع على الوتر الخامس وعيد بالظبط زي اول مره رابع واحده وقفنا وارجع على السول على طول بقى او فسهل خالص. طب انا ممكن العب الباترن ديت من اي حته تانية ممكن اعملها من هنا من السول دوت بالصباع الاولاني فانا ممكن اعمل السولو بتاعي من كذا منطقة من الجيتار لان زي ما احنا قلنا ان السلم ده بيتكرر في كل حتة فانا لما هبدأ السي ميجور بالصباع الرابع واحنا عملنا قبل كده اربع خمس اوضاع للسلم الماجور
بقدر اعمله من مناطق كتيرة غطيت بيها كل المسطرة بتاعت الجيتار، بس انا الحتة اللي انا اخترت منها السولو بتاعنا هيبقى من هنا، عشان الحتة ديت بيطلع صوت حنين شوية مع الجيتار، فانا مبسوط ان انا الصوت ده طالع معايا وانا بعزف السولو بتاعي. طب الغنى بتاعي هيبقى ازاي بقى؟ يا العمارة العمارة دينا نمسيكم بالخير يا العمارة العمارة. في ناس كتيرة بتشتكي بتقول لي احنا مش عارفين نمشي مع الكوردات ونغني معاها في نفس الوقت. انا احب اقول لهم ان الموضوع ده سهل جدا، ولكن هيجي معاك بالتدريب. ازاي؟ مش كل واحد بيمسك الاغنية ويروح ماسك الكوردات يقدر يغني معاها، لان انت بتعمل ببقك او بصوتك ايقاع وماسك في ايدك ممكن يكون ايقاع مخالف ليه، فلازم يتدربوا الاتنين مع بعض. زي ما انت ايدك اليمين بتعمل كده وايدك الشمال بتتحرك حركات تانية خالص، فعشان تفصل الاتنين ببعض دول خدت وقت. يعني لما كنت بتيجي تعمل كورد زي ده تلاقي نفسك عايز تتحرك وفي نفس الوقت عايز تتحرك دي معاها فتبتدي ترجع، فانت خدت وقت لغاية ما عرفت ان الايد دي بتعمل حاجة ودي بتعمل حاجة تانية. دي ممكن تعمل حركة سريعة ودي التانية تتحرك اقل او حركة ابطأ، فانت لازم تعمل حسابك انك انت في الغنى هي نفس الحكاية ويمكن اصعب شوية، لانك انت الصوت اللي انت هتطلعه ساعات هتبقى نوتة ممتدة والايقاع بتغير او الايقاع بتعمل ايه ريزم، فانت لازم تبقى عارف انك انت تمرن صوتك ازاي مع الكوردات. فاللي بيحصل ان انا بعملهم ازاي، بقسمهم يعني دينا صبح يا العمارة العمارة، فانا بعرف انا واقف فين، فين الركوز بتاعي، نهاية الجملة، وامسك الاغنية اقطعها جملة 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 وحتة حتة، شوية شوية هتلاقي الاغنية طلعت معاك كلها، بس تعملها بالراحة بالبطء. كل ما تعملها بطيئة هتثبت في دماغك بسرعة، وهتلاقي نفسك انك انت رايح على المنطقة النقطة الصح اللي بتقف فيها بصوتك والنقطة الصح اللي انت بتكمل فيها في الجيتار، فمش هبقى فيه مشكلة خالص. طيب لازم اعلمك بقى الاغنيه ديت كمان، مش هتعلمنا ان احنا هنتعلمها بس عشان نغنيها، لا الاغنيه دي كمان فيها تكنيك مهم جدا لازم هنعرفه. احيانا بتلعب نفس الكوردات بس تغييرك تكنيك ايدك في العزف هيخلي ليها طعم تاني خالص. ففي الاولاني خالص سامعين الايقاع والتقطيعه بتاعته، طب انا جبت التقطيعه دي ازاي؟ الحته دي بتاعت تك 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 تك، لو تلاحظ ايدي الشمال بتساعد في الايقاع دوت، ايدي الشمال اما برفعها النوته بتتكتم بتبقى ما بتطلعش صوت، وما افضل دايس عليها تعمل النوته ممتده. فانت حاول تتمرن على ديت مرة واتنين ببطء لغاية ما ايدك الشمال تحس بايقاع الاغنية، فتلاقي الايد الشمال عمالة تقطع معاك وتقفل النوت عشان ما تخلاش ممتدة في نهاية الكورد. خلي بالك الكوردات لو امتدت بطعمها وحش قوي. شوف بس هي مش وحشة ليه؟ لانها ليها لازمه في حته ثانيه. طب هنشوف دلوقتي هنعملها فين. فالحته الاولانيه فيها التقطيعه، ايد الشمال بتسيب الاوتار وتضغط على الاوتار تعمل التقطيعه بتاعه الايقاع ديت. اما نيجي بقى نعمل بقى الحته الثانيه بتاعه واحنا نغني في كل مكان، هنعمل ايقاع هيبقى ممتد شويه فهيعمل لي فرق بين الحته الاولانيه وبين الحته الثانيه. وهنغني في كل مكان اغاني الشعب والصورة. ده في كمان ممكن اعملها في الاوتار المفتوحه، احنا عملنا سول الكورد بتاع السول والدو والفا والسول، انا ممكن اعمل الاغنيه كلها من هنا. صبح بالخير يا العمارة العمارة
السي ميجر 7 هو السي ميجر بس بشيل الصباع الاولاني بس ما بيتحذفش معايا. فالوتر البي بيبقى حر، وتر السي دوت او البي حر. والفا ماجير دي مش هقدر اعملها غير باري او ممكن نص باري. الصباع ما يبقاش مغطي كل المسطره، يبقى مغطي بس اول 3 اوتار. انا ما بحبش بقى اسيبها مفتوحه كده في الاول، لان الاوتار اللي عليها صوابعي هقدر اكتمها، فانا اقدر اعملها، انما الاوتار السايبه دي هتفضل ترن على طول لغايه الكورد اللي بعده، فانا محتاجها في الجزء الثاني. طب انا ممكن اعمل تشكيله الكوردات دي عشان منها احفظ الكوردات ومنها احفظ الستايل كمان، فهبقى ايه بقى مثلا دين نصبح بالخير يا عمار العمار، دين نسيك بالخير يا عمار العمار، واحنا نجيب كل مكان اغاني الشعب وصور وصور تطلع فلسطين جالت الامتداد دوت. فهيبقى التفرقه عندي بين، بعدين ارجع تاني بعد دوت هرجع تاني بقى للتقطيع. وغايه من عمر كل بيت يا العمار العمار، غايه من عمر كل بيت يا العمار العمار. واتمنى لكم وقت سعيد مع العماره، اشوفكم المره الجايه.